كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بصبره ورفقه، كمان في مجال التعليم والتوجيه. يعني ما كانش من عادته انه يوبخ او انه يعنف احد لمجرد وقوع خطأ منه او انه جهل ففعل شيئا، بل كان بياخد بايدين اللي قدامه للصواب بهدوء وبرفق وبتلطف. شوف قصة الأعرابي الذي تبول في المسجد، وأراد الصحابة ساعتها أول ما شافوه بيتبول في المسجد إن هم يزجروه أو يزقوه أو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه ولطفه، قال دعوه ولا تزرموه. يعني سيبوه كده يخلص يقضي الحاجة بتاعته في هدوء، بلاش تقطعون عليه بولة. يعني شوف قد إيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سيبوه تزرموه من زي يعني ما تقطعوش عليه ما هو عليه، سيبوه لا تقطعوا عليه بولة، دعوا إلى أن يقضي حاجته. ولما فرغ الرجل الأعرابي دعا صلى الله عليه وسلم بدلو، فأمر بأنه يتصب على هذا وعلمه بطريقة رفيقة، وبين له صلى الله عليه وسلم موطن الخطأ وأرشده للصواب. ما هو الأعرابي ده هيعرف العلم ده منين؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام معلم الأمة. وزي ما هو وارد في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، وفي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له بعد بقى ما خلص الأمر وقضى حاجته، النبي عليه الصلاة والسلام نداه وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، ده مش مكانها هنا، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فوضح له إن دي أماكن عبادة، وعلمه وما نهرهوش وما فزعهوش حتى أثناء ما كان يقوم بفعلته ذلك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة عظيمة، لأنه ما كانش بيعلم الصحابة بس بمجرد الكلام وحسب، بل كان قدوة في كل ما يعلمه. إذا أمر بخير كان أول واحد يعمله، وإذا نهى عن شر كان أبعد الناس عنه، كان بيطبق كل شيء بيعلمه على نفسه قبل ما يطلب من الآخرين إن هم يقوموا به. وده المعنى الحقيقي للقدوة. لذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بيتعلموا من الجناب النبوي الشريف إنه مش بس السنة القولية، لا، ده عاشوا مع النبي وأخذوا وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام السنة القولية ما أمرهم به، وكذلك السنة الفعلية التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا في ذلك كيف يكون المربي صادقا ورحيما متسامحا شجاعا في نفس الوقت. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.